السيد الوالي، حبيت نذكرك بلك يعني هذا اللقاء في دائرة درع الميزان التي تعتبر منطقة تاريخية بامتياز، ويكفينا ذكر يعني قامتين تاريخيتين بهذه المنطقة وهما العقيد كريم القاسم والعقيد عمر رمضان رحمه الله، أحد يعني رموز الحركة الوطنية، أحد المساهمين في التحضير للثورة التحريرية، وأحد يعني رموز وقادة الثورة التحريرية. منطقة درع الميزان، قبل ما نروح يعني لبعض الأرقام التي تدل على يعني برهان ومشاركة هذه المنطقة خلال الثورة التحريرية، يكفينا أنه منطقة درع الميزان يعني ببلديتها الأربعة تحوز على أكثر من 3220 من حيث البطاقية التاريخية، أي ما يعني تعداد الثوريين من الشهداء والمجاهدين بهذه المنطقة. يكفينا أن نذكر أن هذه المنطقة المجاهدة التي فيها ما يفوق عن 17 معلم تذكاري مخلد لمختلف الأحداث التاريخية، ويكفينا أن نذكر من بينها يعني التي ترمز لأحد المعارك الكبرى التي حدثت بإقليم الولاية الثالثة التاريخية، وهي معركة 6 جونبي 1959 ببلدية تتيحي موسى، والتي سقط في ميدان الشرف فيها ما يفوق عن 387 شهيد، وقد جمعت يعني شهداء من منطقة من الولاية الرابعة ومن الولاية الثالثة. هذا يعني عنوان للوحمة الشعب الجزائري بين الثورة التحريرية. كذلك يكفينا أن نحصي في منطقة درع الميزان ما يفوق عن 9 معالم تاريخية، ومن بينها منزل الشهيد المجاهد العقيد كريم القاسم الذي صنف كمعلم تاريخي ثقافي بامتياز ببلدية تتيحي موسى. كذلك إحصاء 11 مقبرة شهيد على مستوى إقليم دائرة درع الميزان، يعني هذا دليل آخر في محور التراث التاريخي والثقافي للمنطقة. تم إحصاء حالياً، وهي يعني أرقام مضبوطة بعنوان شهر جونبي 2023، ما يفوق عن 860 ممنوح على مستوى دائرة درع الميزان. وكذلك أعطني الفرصة لأشكر السيد رئيس دائرة درع الميزان الذي يعني شاركنا مجهود في إطار تفعيل اللجنة الفرعية للدائرة لحماية المجاهدين وذوي الحقوق، والتي يعني تكلف بمحور الحماية الاجتماعية المخصصة بقوة القانون 0799 الخاص بالمجاهد والشهيد، لمرافقة هذه الفئة التي يعني أعطيت لها يعني محور خاص من حيث الاعتبار والتكفل. كذلك من مساعي مديرية المجاهدين وبالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين وخاصة المنظمة الوطنية للمجاهدين، تم تخصيص بعنوان في شهر جونفي 2023 تخصيص سيارة إسعاف وطبيب عام يعني مخصص من حيث التكفل المحلي، يعني محل إقامة لفئة المجاهدين ذوي الحقوق. وأنا أغتنم الفرصة لأشكر يعني كل المساهمين في هذه العملية، وأشكر مرافقة كل من يقوم بهذا المسعى. سيد الوالي، بودي أن أشكركم يعني لإعطاء يعني هذه السنانها، لأقول يعني أن التاريخ يذكر مرة أخرى هذه المنطقة، ويكفينا على شهادة واحد من رموز الثورة التحريرية هو مصطفى بن عودة، الذي كان يعني في سنوات 1950-1951 كان يعني متابع من طرف السلطة الفرنسية، فبأمر أو بتوجيه من الشهيد مصطفى بن بولعيد كان بهذه المنطقة شخصيا عند عمر عمران وعند كريم القاسم، لكي يعني ينجو من متابعات يعني السلطة الفرنسية حتى يعني الدخول في التحضير في سنوات يعني الفعل في سنة 53 بعد يعني إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل، باش يلتحق بالولاية الثانية للتحضير الفعلي يعني للتحضير لانطلاق الثورة المسلحة. وعلى هذا أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.